الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نستعين ونصلي ونصلي على اشرف الانبياء واكرم المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله، مرحبا وسهلا بكم في لقاء اسبوعي جديد من ماده كتب 141 بوجيه العلامات التجاريه. اشرنا المحاضره الماضيه عند انتهينا من الوحده العاشره قبل الوحده الثانيه 11 غير مطلوبه. وصلنا إلى الثاني عشر. الثاني عشر أراه يسير جدا. شوفوا كلمات اللي فيها وشوفوا الأشياء اللي فيها. شيء نقول باي التوديع، التوديع المالديزية. تواصل بشر في ميتو كان من دواعي الشغل المقابلة. هم شوفوا رولي بهذا الشغل مساعدتي. I look for work singly again. أنا أطلع رؤيتكم مرة أخرى. Goodbye and have a good trip home. الوداع وأتمنى لك الموفقة إلى موقنك. هذه الأمور راح نعرف وش طريقتها وش نطلب منها. Keeping in touch اللي هو التواصل. You have my number. عندك رقم لايك يعني صحيح. أو email you. أنا سوف أرسل لك email وين عندنا. Talking about the future. تحدث عن المستقبل. By the way بالمناسبة this is for you. هذا من أجلك. Thanks again. شكرا لك مرة أخرى. Don't mention it. أرجو عدم ذكر ذلك وتجي معنا شكرا على واجب. I will read it on the plane. سوف أقرأه في الطائرة. I will call you next week. سوف أستقبل ذكر الأسبوع القادم. Numbers عند أرقام 24 ساعة كيف نقرأها بالإنجليزي في المطار. طيب تعرفون بالمطار راح تكون الساعة لها طريقة من 1 إلى 24. اثنين ريد معناها مسار الرحلة. حجز واحد الرياض القاهرة، القاهرة برلين مثلا فرنسا. هذا الخط المسار سمع اثنين ريد. طيب خلصر فايل ملف الثقافي دي الهدايا كيف يتم تبادل الهدايا بين الناس. وكابري كلمات مقابلات. أتلجر ثميتي يعني من دواعي سؤول المقابلات. برايد معناها رشوة ومعناها يرشي. كفعل كنت كاسم. Give my best to also تحياتي. Give my regards to also تحياتي. كلها في المعنى. Give someone a call. أعطني اتصال. اتصل به. Next time you are over. مرة جايتكم فيها هنا. هاي تعبيرات. Policy. سياسة، سياسة الاستخدام العادل، سياسة الشركة، ثم خلص. ريتاير يتقاعد. ستريكت صارم أو قاسي. رابط جفت هدية مغلفة. رابط يغلف. طيب رابط تغليف. رابط جفت هدية مغلفة. طيب انظر بالصورة. اسكار استيشن عندنا صفحة 115 نص بسيط جدا. 116 تحت مكتوب مديوك 12.1 نقرأ سوية الموضوع يسير جدا. ويلي كلاسف نجر تنينتو كان من دواعي شرية مقابلة من السفارة في إيباك. It's been a very successful trip. لقد كانت رحلة موفقة جدا ناجحة جدا من ترداوغل. Thank you for all your help. شكرا لكل مساعدتك. Don't mention it. لا شكرا على واجب. I look for work to see you again. أنا أتطلع رؤيتك مرة أخرى. Yes, نعم. And I hope to see you in South Korea sometime. وأنا أرجو أن أراك في كوريا الجنوبية وقت في وقت من الأوقات. That would be nice. سوف يكون ذلك أفضل منك. I have always wanted to go there. لطالما أردت أن أذهب إلى هناك. Excuse me, Mr. Galvin. Mr. Park taxi is here. الآن هذا ABAB لاحظ سي هنا معناته شخص ثالث دخل عليهم قال لو سمحت يا شيخ ترى سيدي التاكسي للسيد Galvin Park موجود هنا. Thank you. Well, goodbye and have a good trip home. شكرا وأتمنى لك موفقة يا موطني. Goodbye and thank you all day. You are most welcome. Goodbye.
نحن كلها بالباي يا منصور كان ثانك يو. طيب نجي عند الاسئله فقره 72 كرام جالفن سين جود باي تو سونغ مو بارك. طيب واحد يودع الثاني لسن اند سيركل ذا كوركت انسر. استمع وضع دائره على الاجابات الصحيحه. They are all business او business acquaintances توقعون في business acquaintances. مستر بارك thanks Tom for the trip or for his help. شكروا على الرحلة ولا على مساعدته؟ على مساعدته حسب ما ورد في النص. They are going to meet again. سوف يتقابلوا مرة أخرى. Next year or sometime. السنة القادمة ولا في وقت من الأوقات. الثانية طبعا. They are saying goodbye at the office to the airport. يتودعون في المكتب ولا في المطار؟ في المكتب بدليل أن التاكسي جاي بياخذهم لو كان في المطار. ما ولا أي تاكسي. Mr. Park is going on vacation or going home. على السيد بارك ذاهب في رحلة في إجازة ولا ذاهب لموطنه. He's going home. But below are some of the useful phrases for saying goodbye. Listen again and complete sentences. طيب أكمل الجمل. شوف الجمل هذه. أكمل هذه الكلمات من الحوار. It was a to meet you. It was a pleasure to meet you. ممكن استراتيجية واحدة في هذه الاختيارات. سهلة جدا. Thank you for all your شكرا لكل مساعدتك. help I look forward to seeing you. العادة to يجي بعدها فعل مجرد. إذا جتنا look forward to هذه الكلمة تحديدا هذه الكلمة تحديدا لازم الفعل بعدها يكون مضاف إلى ing أو يكون اسم. طبعا إذا أضيف إلى ing خلاص تحول إلى اسم. أطلع إلى رؤيتك رؤية. be I to see you in South Korea sometime. I hope to see you. Hope يعني آمل. Goodbye and have a safe trip home. Safe يعني آمن. Goodbye and see you again. أراك مرة أخرى. Or thank you again. وشكر لك مرة أخرى. تحت قال you are most welcome. طيب. النص بسيط سهل جدا ما في شيء. Keep in touch. المحافظة على التواصل. نعم نفس الفكرة هنا. بشوف بس أكثر في 516 هل فيها شيء ولا لا. 12.3 خلنا نشوف 24 الكلمات اللي بجدول أمامكم speaking put these labels into a professional into the correct place on the chart. طيب عندنا ثلاث عناوين وتحتها مجموعة من الكلمات A, B, C. في كل عنوان يروح لمجموعة من الكلمات عنوان مجموعة من الكلمات. أول مجموعة A تحت A طبعاً العناوين talking about meeting again تتكلم عن المقابلة مرة أخرى keeping in touch التواصل invitations الدعوات واحد قادم واحد شون يبيه. طيب A why don't you give me a call the next time you are over here. لما تقول الاتصال الذي تم رجعه هنا come and see me when you are in town. تعالوا وزرني حينما تكون في المدينة. please make sure you look me up when you get here. ارجو انك ان نتقابل حينما تكون انت هنا. هذه حطها invitation. B may I give you my card. هل نعطيك كرتي. you have my number. انت عندك رقمي right. صحيح. I will email you when I am back in the office. انا سأرسل لك ايميل حينما اكون في المكتب حينما ارجع للمكتب. هذه keeping in touch اللي فوقه نزلها فيها. See I hope we'll meet again soon. أنا أتمنى نتقابل مرة أخرى. I'm sure we'll meet again. Please come and visit us soon. تعال وزرنا بأسرع وقت. هذا الأولى talking about meeting again. تحت match the phrases with the best reply. شو عندك عبارات الرد الأفضل عليها. لو واحد قالك it was nice meeting you كان من دواعي سؤال مقابلك اشترد عليه ثلاثة you too أنت كذلك. طيب goodbye and have a safe trip. الوداع وأتمنى تحلى موفقة.
طيب مش نرد عليه مش نرد. رقم 4 thank you. طيب لا I hope we will meet again at Christmas. أتمنى نتقابل في عيد الميلاد. رقم 2 So do I. Give my best to the office staff. أوصل تحياتي إلى موظفي المكتب. Office staff. Staff يعني موظفين. طيب. One. Yes, I will do. نعم. سوف أفعل ذلك. نطلع صفحة 74 ال 74 خلنا نتأكد إن في نقطة أو في صفحة 116 12 3 اللي جنبها مكتوب 74 مكتوب جنبها صفحة 74 ولت تبين فيزي أبيزي ويك كان أسبوعا مشغولا. Thanks for all your input. شكرا لكل إضافتك. أعتقدوا إضافة جيدة. إحنا نقول إضافة جيدة. إيش معنى إضافة input؟ تجي معنا مدخل أيضا. مدخلات ومخرجات. Input output. كان دون تومي شبك. لا شكرا عوالي. بس تبين أبليجر. لقد كان من دواعي سروري. Please أرجوك وبليج وبليج نفسه معنا يسر وبليج سرور. I hope you will accept this. أتمنى أنك تقبل هذه. It is just something small to say thanks for everything. هذا شيء بسيط. بشكرك عن كل شيء. Thanks Jay. That's very kind of you. هذا لطف منك. May I open it now? هل لي أن أفتحه الآن؟ Sure. Go ahead. بكل تأكيد. تفضل. Oh, a box of chocolates. طيب box شوكولاتة. Thank you very much. Thank you so much. يعني أو very much كل واحد. طيب. ناس بسيط جدا ما في شيء يعني كلمات سهلة كلها تعتمد على الحوار على الأدب على الذوق على صفحة 74 صفحة 74 2 A شوف عندنا A well it's been a busy week thanks for all the input كازو قال don't mention it well don't worry about it ايش قال له هذه ولا هاي طبعا قال don't mention it طيب it's been a pleasure قد كان من دواعي السرور I hope you will accept this. It is just something small to say. Thanks for your time. Thanks for everything. أي واحد يختاره. Thanks for the time. For everything, guys. B. Thanks, Jay. That's very kind of you. May I? Should I open it now? هل لي أنا أفتحها الآن ولا هل ينبغي أفتحها الآن؟ الأولى الثانية. الأولى طبعاً. May I? طيب. Sure. Go ahead. Please do. اي واحدة قال go ahead ولا تفضل الاولى go ahead طيب 75 تحت تمرين بسيط من اللي قال الكلمات التالية العبارة التالية I am going to spend some time with my family كازو ولا جاي طبعا كازو I am writing the report all this week طبعا 75 آسف ايه ارجع 116 عندنا نقص بسيط نقرأ 116 12.3 75 What are your plans when you go when you get home, Kazu? وش خططك حينما ترجع يا كازو؟ Plans خطط. Straight back to the office. Straight back يعني سيدا المكتب. No, I'm going to spend some time with my family. أنا بأمضي بعض الوقت مع عائلتي. We are going to Hawaii for a vacation next week. أنا رايحين هاواي بإجازة خير الأسبوع القادم. Oh, that sounds wonderful. هذا يبدو رائعا. Yes, I am really looking forward to it. نعم أنا أتطلع إلى ذلك. How about you? ماذا عنك؟ No, I'm writing reports all this week. أنا أكتب تقارير كل هذا الأسبوع. أنا ما أقدر. It will be really busy. سوف يكون أسبوع مشهورا. Too bad. يا لسوي الحظ. I have a gift for you too. أنا عندي هدية لك أيضا جاي. It's from the Osaka team. وهي من فريق أوساكا. It's a book about Japan. وهو كتاب عن اليابان. Well, thanks, Kazu. I will read it on the plane. So far, I'll go on the fire. Thanks, Jay. I'd better get going. I'd better, يعني هاد بتر ما ينبغي علي أن أذهب. My taxi should be here. توقع أنا تاكسي حقي وإنه هنا. Okay, have a safe trip home.
أتمنى أنك تكون موفقة إلى موطنك. You too وأنت أيضا. I'll give you a call in a week's time. So I'll call you بعد أسبوع. Yes, and have a great time in Hawaii. أتمنى لك وقتا موفقا في هاواي. Goodbye. العبارات التالية من اللي قالهن؟ الأولى قال I'm going to spend some time with my family. من هو اللي قال كذا؟ كازو طبعا. I'm writing reports all this week. أنا سأكتب التقارير كل هذا الأسبوع. هذا جاي. اللي قال I will read them the plane. كتابة على اليابان. هذا أيضا جاي. I'll give you a call in a week's time. من اللي قاله؟ هذا كازو صح؟ اي نعم. او جاي هذا. طيب. عموما. نجي عند تحت useful language. طريقة للتعبير عن المستقبل. بسيطة جدا. وتطرق لها في الماضي. إذا بغينا نعبر عن المستقبل نستخدم will نحط بعدها الفعل أو نستخدم I'm going to نحط بعدها الفعل يكون بعدها فعل مجرد أو نستخدم الزمن المضارع المستمر. شوفوا الجملة الأولى I am meeting a new customer on Friday. I am meeting هذا زمن مضارع مستمر يدل على أمر يحدث الآن إلا أنه هنا قال أنا مقابل أو قابل زبون جديد on Friday يوم الجمعة كنت طيب يعني مستقبلا كأنه استخدم الزمن المضارع المستمر يدل على المستقبل هذا واحد من الأزمنة المستخدم الإنجليزي طريقة استخدامه شلون I am meeting I am leaving I am eating حط بعدها وقت يتبي اللي بعده I am going to move أنا سوف أنتقل to Singapore in April إلى سنغافورة في الريف طيب شو جاء عندنا going to بعدها الفعل كيف شكل الفعل مجرد الأولى meeting في ING هنا ما في ING طيب تحت I think I will have noodles أعتقد أني سوف أخذ noodles مكرونة for lunch today I will have I will أنا سوف سوف يجي بعدها الفعل مجرد بدون أي إضافة لا إس لا إي دي لا ING هذه طريقة استخدام أزمنة المستقبل ثم ننظر 24 hour clock هذا صفحة 75 ننظر الساعة كيف يعبر عنها بالإنجليزي الساعة يعبر عنها بالإنجليزي بأربع طرق الطريقة الأولى لو قلنا الساعة 58 دقيقة الموجودة قدامكم نقول 8:50 طيب لازم تحدث تقول AM أو PM AM صباح PM مساء كلكم عارفين الكلام هذا الطريقة الثانية مكتوب لك على اليمين 10 to 9 in the morning إننا نقول 9 to 10 هم يقولون 10 دقائق وتصير الساعة 9 عكسنا واضح عكسنا لدرجة إنهم ممكن يقول 25 دقيقة وتصير الساعة 9 22 دقيقة وتصير الساعة 9 إننا دائما نقول 9 to 5 to 10 to 9 to 15 بس ما نقول 9 to 13 دقيقة 9 to 22 دقيقة لا طيب فنقول 9 to 9 اختصارا طيب هم لا يحددون بالدقيقة بس يحطون الدقائق أول ثم يحطون الساعة 10 to 9 يعني 9 to 10 هذه الطريقة الثانية طيب الطريقة الثالثة 2 to 15 PM 2:15 ظهرا a quarter after 2 أو past 2 quarter يعني ربع half يعني نص طيب يقول ربع بعد الثانية يعني 2:15 7:55 PM 5 to 8 in the evening 8 to 5 شلون قال بالانجليزي طيب الان خلصت الطرق باقي الطريقه الرابعه now look at how to say the time below in the 24 hour clock الساعه 5 صباحا او 500 hours لحظه مطارات كذا ارقام اربع ارقام جنب بعض بعض الاحيان بدون حتى نزلتين واضح شلون قلنا all 500 تجي اي نعم تجي طيب الرقم اللي بعده صار مساء 17 شلون جبنا 17 طيب دائما نصل لها شوفنا بي ام 17 ننقص منها 12 يطلع لك الساعة مساء طيب اذا كان الرقم فوق 12 ننقص منه 12 اذا كان 13 ننقص منه 12 تصير 1 ظهرا 14 ننقص منه 12 تصير 2 ظهرا 17 ننقص منه 12 تصبح الساعة كم؟ 5:10 مساء
طيب شلون نقول بالانجليزي 17 10 اور 17 10 اور فتاخذها رقمين رقمين اذا كان رقمين اذا كان قدامك اربع ارقام تاخذها رقمين رقمين طيب الاولى ثلاث ارقام منها ثلاث ارقام الرقم الاخير زيرو على اليسار ونحسب طيب لو صار 600 نقول 600 واعطي 645 يقول 645 كانها رقم عادي حط بعدها hours hours طيب صفحة 116 module 2.4 12.4 what time do you need to check in في أي وقت تحتاج إنك تشيك تسوي check in تدخل يعني غرفة أو تشيك على مطار أي حاجة let me see خلني أشوف أو 17:10 what's that 10 past 7 15 طبعا إذا قال yes the next train to depart from track 17 الترين التالي المغادر من الرصيف رقم 17 is the 13:15 to Boston متى أي رقمها 13:15 راح يقعد الساعة واحدة وربع excuse me when is the next bus to London Victoria متى الباص الثاني إلى لندن it's at 15:05 hours from stand 12 من الصف الثاني عشر it leaves in about 20 minutes سوف يغادر بعد 20 دقيقة 2D what time do you arrive in Singapore في أي وقت سوف تصل إلى سنغافورة أو oh, really early in the morning I think around 6 a.m. تبغى نكتبها أربع أرقام نقول all 600 hours طيب واضح صفحة 76 لاحظوا جدول قدامكم شوفوا أرقام مكتوبة كيف مكتوبة 15 17 15 arrive at the hotel depart depart معناها يغادر فلايت هاد يقول ما اعرف شلون فلايت رحله طيب ليموزين باص هوتيل الليموزين غادر من الهوتيل الرايف ذا هوتيل شوف يصل الهوتيل طيب هذا جدول اعمال لاحظ مسار رحله دائما خريجي الاعمال يحصلون على السوالف هذه طيب انه يكون عنده طريقه لتنظيم الموضوع تنظيم رحلته حتى بالانجليزي لا بالانجليزي ولا بالعربي تحت عندكم مكتوب اسئله وات تايم از مستر لي فلاين تو طوكيو وين ويل هي ارايف ان جابان شوف هذا السؤال والسؤال الثاني السؤال الأول يكون في تحديد الوقت بالضبط الساعة متى الثاني يكون عام باليوم بالشهر طيب وتقدر ممكن اعتبر الثاني سؤال عن الوقت طيب الأول طبعا يكون تحديدا عن الوقت عن الساعة الثاني يكون عام الثاني يكون عام what time يعني نفسه هذا هو الفعلي طيب 73 كلتر فايل الملف الثقافي gift تبادل هدايا read the information about gift, giving gifts in various countries اقرأ المعلومات عن إعطاء تبادل هدايا في دول مختلفة في دول مختلفة UK في المملكة المتحدة business acquaintances معارف العمل don't exchange gifts at Christmas لا يتبادل هدايا في Christmas But usually send each other Christmas cards. لكن غالبا نرسل بعضهم بطاقات احتفال أو معايدة. طيب people usually give a small gift. الناس غالبا يعطون هدية بسيطة. Such as a bottle of wine. قارورة من الشراب أكرمكم الله. Flowers. ورود. Or chocolates أو شوكولاتة. If they are invited to someone's home. إذا تم دعوتهم إلى منزل أحدهم. في المملكة المتحدة USA an employee الموظف who is retiring أو متقاعد getting married أو اللي بيتزوج or having a child أو اللي بيجي ولد will usually receive gifts سوف يتلقى هدايا from their colleagues من زملائه in some multinational companies في بعض الدول متعددة الجنسيات multinational يعني متعددة الجنسيات companies شركات طيب
there are strict policies, هنالك قوانين صارمة, سياسات صارمة in place, منفذة about the giving or receiving of gifts at work, أن إعطاء أو تلقي الهدايا في العمل. ماليزيا, في ماليزيا gifts are not given, لا تعطى الهدايا unless ما لم a relationship with the person has been established, ما لم تكن هناك علاقة موثقة مع الشخص. طيب gifts that may be misinterpreted as a bribe are unwelcome, الهدايا التي قد يساء تفسيرها بأنها bribe يعني رشوة are unwelcome, غير مرحب بها. جابان, في اليابان giving gifts is an important social act, تبادل الهدايا هو تصرف اجتماعي مهم. An employee usually brings back inexpensive gifts, بالغالب الموظف يعطي هدايا رخيصة for colleagues في العمل after vacation, بعد إجازة. In business and daily life, في البزنس, في حياة الأعمال والحياة اليومية, gifts are not open, لا تفتح الهدايا in the presence of the giver, في حضور المعطي. If you receive a wrapped gift, إذا تلقيت هدية مغلفة, set it aside, ضعها جانبا until the giver receives, حتى يغادر المعطي, حتى يغادر المعطي. فأرت 1 عند صفحة 78, أتأكد أن في نقوة صفحة 816. Reviews, review assets, مراجعة الوحدات من التاسعة إلى الوحدة الثانية عشر. Part 1, complete the short dialogues, choose the best option A, B or C, اختار الأفضل أو الإجابة الأصح أو الصحيحة. طيب. I like the LP9000 better. أنا أحب الموديل هذا أفضل. It's more compact. هو أكثر اختصار. I'm sorry. I don't. أنا آسف. أنا لا أتفق معك. I don't agree. هذه الأولى. I don't agree. رقم 2. I prefer the Samsung. أنا أفضل Samsung. It's much than the other one. It's much better than the other one. Yes, that's right. The 3. Yes, I agree with you. Okay. Well, from you to you, that I agree with you. 4. Excuse me. How do I get to the nearest post office? 2. The nearest. Get to. يصل إلى. 5. I'm sorry I'm late. أنا آسف إني متأخر. I'm afraid I could not A. Find a parking space. ما وجدت موقف سيارة. 6. How does it take to get there by bus? How long المسافة أو الوقت كم يأخذ للوصول هناك؟ كم مرة بدي عليك؟ 20 minute ride. مشوار طويل 20 دقيقة. وبالتالي السؤال هنا سؤال عن الوقت. إحنا قلنا السؤال عن الوقت كم طول الفترة؟ نقول how long. 7. What would you like to drink? شو نقولها بالإنجليزي؟ ماذا تحب أن تشرب؟ What would you like? A cup of coffee, please. ما نقول will, سوف, ولا do. نقول what would. 8. How did you spend in travel? How much did you spend? About $70. على المشوار. 70 يعني مبلغ. وبالتالي نبغى نسأل عن المبلغ باستخدام much. 9. It was to meet you. It was a pleasure to meet you. كان من دواعي سروري. Please give my regards. سي. طيب regards to the office staff. Yes, I will. 11. بالمناسبة, شو نقول في الإنجليزي؟ نقول by the way. By the way يعني بالمناسبة. This is for you. Oh, thank you very much. 12. Have a safe trip. I will call you next week. I will. A. طيب. Part 2. الكلمات عندنا هنا. عندنا فيها فراغات. I لتوشيبا. I prefer لتوشيبا. Prefer. It's more awful. رقم 2. Would you like to me for dinner? Would you like to join me? هل لك أن تنضم معي؟ طيب. 4. We must keep in touch. Do you have my card? I'm sorry. I kept you waiting. أنا خليتك منتظر. الإنجليزي يقول I kept you. 6. Our office is just behind the station. خلف المحطة. We'd better
We had better be going. It's door بناء أن نتحرك. It's a 30 minutes to the airport. It's a 30 minutes ride. مشوار. تحت choose the correct time as in the example. ها 1300 يعادل كم؟ AM ولا PM؟ لا يعادل PM. قلنا المنطقة 12 صرنا عن النافذة واحد. أو 7:30 أورز هذه ساعة صباح ولا في المساء؟ half past 7 in the evening 7:30 in the morning 7:30 in the morning 20:15 hours 2015 نقص منه 12 الساعة 8 وربع مساء صباحا مساء 8:15 p.m. 3 23:45 hours نقص منه 12 صير 11:45 طيب quarter after 11 11 ربع لا quarter to 12 12 إلى ربع نعم هذا صحيح 12 أو 900 hours هذا متى صباح 9 a.m. الأخير choose the correct price 45.50 more and a half $45 50 cents اللي هي بي 6 180 انتبه وليس $1.80 وإنما 180 طيب هذاك دولار و 80 سنت لأنه هذيك $100 $180 جواب هو بي طيب هذا القادم إن شاء الله نبدأ بآخر جزء الكتاب إن شاء الله الليلة نبدأ إن شاء الله أرجو لكم التوفيق إذا في سؤال ست شهر متواجد حتى نهاية اللقاء الله يعطينا وإياكم